ورم العظام عبارة عن نمو غير طبيعي للعظم بشكل الكتلة، ممكن يسبب ألم أو غير ألم أو كسر. الابيفيسز تحت الابيفيزيال بليت، الميتافيسز فوق الابيفيزيال بليت، الدايفيسز المنطقة هذه، كل منطقة لها أورام معينة. في أورام تكون في نخاع العظم، وفي أورام على القشرة الكورتكس. عمر المريض مهم جدا، إذا كان أقل من 30 هذه الأورام اللي تحوشه، وإذا فوق 30 هذه الأورام اللي تحوشه، وغالبها تكون سرطانية. مثل ما قلنا أن العمر مهم جدا، اللي باللون الأحمر أورام خبيثة، فنشوف أن الأيونج ساركوما لسن 20 والأوستي ساركوما لسن 30 في الكبار. بعد الأورام الحميدة تأتي الأورام الخبيثة نسبتها 29%، بعدين السرطان المنتشر في العظم 15%. الأشياء المهمة عشان نعرف تشخيص الورم اللي في العظم، العمر، إذا كان ورم واحد أو كذا ورم، مكانه في الجسم.